من بون الألمانية مع جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسة قضايا الإرهاب والاستخبارات. سيد جاسم مساء الخير، أهلا بك معنا. الإجراءات طبعا كثيرة ودائما ما تؤخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ولكن هل ممكن إجراء القيام بإجراءات أمنية لا تترك مجالا للتنظيم بأن ينفذ مراده؟ لا توجد خطط أمنية يعني ناجحة 100%، كون أنه هذه الجماعات المتطرفة ويعني العناصر الإرهابية بالتأكيد هي تستغل الثغرات في سياسات الأمن داخل دول الاتحاد الأوروبي أو عموما في أوروبا وكذلك الغرب. أجد أنه الإجراءات التي تتخذها الآن دول أوروبا هي إجراءات مشددة جدا. كيف يعني ستختلف عن سابقاتها؟ يعني الثغرات التي لطالما كانت تستغلها الجماعات المتشددة، إلى أي درجة اليوم مفروض تم الاستفادة من دروس سابقة؟ نعم، أجد أنه التنظيم هو غير قادر على تنفيذ عمليات نوعية واسعة، ربما حتى موضوع عمليات الدهس ربما سوف تكون منحصرة وتبقى يمكن عمليات أخرى، عمليات الطعن بالسكين ربما هي المرشحة أكثر. مسألة الإجراءات الإضافية التي اتخذتها أو الثغرات التي كان يستغلها تنظيم داعش وجماعات المتطرفة هو التنقل ما بين الحدود الأوروبية، يعني خلال لاحظنا أنه جميع العمليات أو أغلب العمليات التي وقعت في أوروبا كان يتم تنفيذها من خلال عبور عناصر من تنظيم داعش من دولة أوروبية هذا يمكن السيطرة عليه. نعم، إضافة إلى ذلك هنالك إجراءات تقليدية بدأت تتخذها أنه في الساحات والميادين بدأت تفرض أوروبا الحواجز الكونكريتية، إضافة إلى ذلك هنالك بعض الاحتفالات بدأ تفتيش أو عدم حمل ربما حقائب كبيرة على الظهر. طيب هذه نقاط مهمة جدا سيد جاسم تقولها، يعني حتى بموضوع اختلاف الأسلوب الذي سيستخدمه التنظيم، موضوع الطعن بالسكين مثلا، كيف باحتفالات كهذه يعني كيف يمكن السيطرة؟ قلت موضوع التفتيش حتى من يحمل سلاح أو ما إلى ذلك، ولكن كيف يمكن حينها السيطرة على هذا الكم من الناس وتفتيش الكل؟ وإلى أي درجة هذا وارد يعني والخوف منه هكذا عمل يعني طعن بالسكين؟ المخاوف موجودة والقلق عند أجهزة الاستخبارات وكذلك المواطن الأوروبي. موضوع أنه يعني السيطرة على عدم حدوث حالات مثل الدهس خاصة مثل عمليات إرهابية بالطعن أو الدهس هي صعبة جدا، أما عمليات السكين فهو لا يمكن منعها وكذلك لا يمكن الحد منها، كون أنه وسائل التي يتم تنفيذها مثل ما ذكرت حضرتك هي يعني السكين وهي آلات غير محظورة، فإذا هذا النوع لا يمكن التكهن به ولا يمكن إيقافه، فإذا هذا الاحتمال هو وارد، لكن تبقى أنه مسألة الطعن هي عمليات محدودة وتعكس أيضا تراجع التنظيم خاصة في أوروبا وسط هذه الإجراءات، هذه إجراءات استنفار كبيرة. وأجد أنه رغم الانتقادات التي وجهت وأنا أحد الذين راجع يعني سياسات أوروبا وصفتها بأنها هي هنالك ترهل، هنالك إخفاقات كثيرة، لكن وجدت في الربع الأخير من هذه السنة وجدت هناك نجاح نسبي في موضوع أجهزة الاستخبارات في مكافحة الإرهاب. طيب دكتور جاسم، فيما يتعلق طبعا لازال موجود داعش، لازال موجود أفراد من هم متعاطفون معه، ولكن هل أو لأي درجة اختلف الوضع الآن بعد كل هذه الهزائم وعندما يقوم داعش بإرسال رسالة لمن هو متعاطف معه في أوروبا للبدء بهجمات، اختلف وقعها على مؤيديه وبالتالي الاستجابة لها؟ هنالك عبارة مهمة وهو يجب أن يكون الفرد مثل ما ذكرت حضرتك المتعاطفون مع تنظيم داعش، أنا أسميهم هم أنصار تنظيم داعش أكثر مما هم مرتبطين بالتنظيم. هنالك فرق بين يعطي التنظيم توجيهات إلى عناصر لتنفيذ عمليات تم التخطيط لها سابقا، هذا احتمال بعيد جدا، لكن المحتمل الاحتمال الثاني هو الأنصار والمتعاطفين مع التنظيم لتنفيذ عمليات محدودة مثل الدهس أو عمليات الطعن
بالسكين، وهذا وارد أكثر من عمليات نوعية واسعة في أوروبا. ما زال التعاطف والاستجابة له بنفس الدرجة التي كانت في السابق؟ بالتأكيد هي انخفضت، لكن التنظيم الآن يراهن على الأنصار أكثر من أعضاء التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية، كون أنه رقابة مشددة على العائدين من القتال في أوروبا أكثر من ربما الشباب الذين يقومون بتنفيذ عمليات من وحي تنظيم داعش. أنا أشكرك جزيلا من بون الألمانية سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. شكرا.